الكلام ده اذا حصل المباراة طبعا يعني كلنا بنأمل ان ده يحصل، إن شاء بس الله. الكلام ده اذا حصلت المباراة جوه مصر، ماذا لو نفذوا كلام او طلب غانا بان المباراة تتنقل نظرا للظروف الأمنية المصرية، وخصوصا ان غانا جددت طلبها مرة تانية من الاتحاد الافريقي بطلب نقل المباراة خارج مصر نظرا للظروف الأمنية؟ شوف حضرتك، هذه حرب نفسية على الكرة المصرية، ونوع من تحقيق مكاسب. يمكن في بعض الناس هنا في مصر بيعاونوهم في هذا الأمر، يعني جماعات فوضوية أو بتطلع تأكد لهم هذا الأمر وبتديهم مصوغات لهذا الطلب. لكن أنا بعتقد أنه في صمام أمان لينا في الفيفا، إن شاء الله بإذن الله يستمر إذا ساعدته الأحداث، وهو هاني بوريدا اللي أكد أن المباراة ستقام في القاهرة. هاني بوريدا هو واحد من 24 واحد بيحكموا كرة القدم في العالم في البورد بتاع الفيفا. هاني بوريدا المصري اللي أكد أنه المباراة ستقام في القاهرة، وإن شاء الله. أنا بعتقد، أنا سمعت طبعا السيد وزير الداخلية أكد أنه إحنا قادرين على حماية الفريق، قادرين على حماية الفريق الضيف طبعا والفريق المصري وكل ما يتعلق بهذه المباراة، وتأمين الجماهير التي ستحضر المباراة إن شاء الله. المباراة إن شاء الله بإذن الله تعالى ستقام في الدفاع الجوي، وأتمنى أنها تنقل لاستاد القاهرة، أتمنى، لأنه بيفرق بنسبة لا يعني معنويا بطريقة إيجابية على لاعبية الفريق المصري وسلبيا على الفريق المنافس. صحيح أنه زي ما بقول حضرتك مرة تانية أنه الأمل يعني في أدنى درجاته، وأنه يعني متضائل إلى أقصى حد، وأن إحنا ما عشناش هذه الظروف مطلقا، وأنه الجهاز الفني أيضا تعرض لما لم يتعرض له أي جهاز فني في تاريخ الكرة المصرية قاد المنتخب، من حيث أنه ما فيش دوري، ما فيش مباريات ودية، ما فيش إعداد للفريق بشكل كامل. المنتخبات الإفريقية اللي هي في السي كلاس، يعني اللي في الدرجة الثالثة، اللي كانت تحلم أنها مجرد أنها تعدي من القاهرة، أنا مع احترامي وتقديري لبلدانها، ولكن بتكلم على المنتخب كمنتخب، أصبحت بترفض أنها تيجي تلعب في مصر. أنت حضرتك ملاعب إنجلترا في استاد ويمبلي واخد عشرات الآلاف من اليوروهات، وبتلعب منتخب إنجلترا، والرانك التصنيف لمنتخب مصر هو التاسع على الرانك بتاع الفيفا، على تصنيف الفيفا قبل ما حدث في يناير 2011. النهاردة أنت منتخب بنين بيعتذر عن لقاء منتخب مصر. فبوري حضرتك برضو، والسادة المشاهدين الكرام عارفين هذا الكلام أكتر مني، بوري حضرتك الفارق في المستوى، عشان ما نظلمش برضو بدرجة كبيرة. احنا بنقيم، فلازم نقول تقييمنا يضع الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لتقييم الموقف بصورة تحقق لنا الهدف اللي احنا عايزينه، وهو ان احنا نحقق فوز على غانا، وبعدين نبتدي نفكر في عدد الاهداف. 6-0 نبتدي نفكر في عدد الاهداف. يعني الاول نفوز، المهم ان احنا نضع، المهم ان احنا تسترد جزء، المهم ان احنا نستنفر الطاقه الكامنه جوه الانسان المصري، اللي لما بيوضع تحت ضغط نفسي وعصبي يتعلق بكرامته ومكانته، ان هو يحاول ان هو يرد هذا الامر. بس أتمنى أن احنا نكون من أرضية ومن رؤية واقعية لإمكانياتنا، وإزاي نحن نسخر إمكانياتنا لهذا الأمر. المفروض